صرح مصدر قضائي اليوم أن تهمة الفساد أسقطت عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والمتعلقة بتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية في عام 2007، حيث وجهت إلى ساركوزي في آذار مارس تهمة تلقي أموال من المرأة الأكثر ثراء في فرنسا والمالكة لشركة لوريال ليليان بيتونكور، عندما لم تكن هذه الأخيرة تتمتع بكامل قدراتها العقلية.